مدينه الموصل تحتاج الى اعمار اكثر من شغله، فنحتاج هسه اول يعني الاولويه نحتاج انه الجسر السادس والسابع، ونحتاج الى نهوض بالمحافظه، يعني عندنا معمل الجواريب هسه ماكو، معمل السكر ماكو. يعني اكثر من شغله نحتاج، معمل الادويه ماكو. يعني اذا كلنا نحتاج ان اعاده النظر، نطالب الحكومه اعاده النظر لهذه المشاريع. معامل سمنت يعني عندك هسه معامل سمنت ما هذيك الانتاج الموجود بها. مستشفيات، مجمعات سكنيه، يعني اكثر هسه عندنا مناطق هاي تجاوزات ما تجاوزات، ان اخو الناس اذا تطلع من عندها تجي البلديه عليها، بس احنا ايش نريد؟ نطالب الحكومه المحليه، نطالب سيد المحافظ انه يبني مجمعات سكنيه، بناء مجمعات سكنيه، اعاده الاعمار، المعامل. معامل هاي من ايام التحرير لحد الان ولا معمل ما اشتغل عندنا بالموصل، كله استيراد، نستورد نسحب من الخارج. فالموصل كانت هي اللي تنتج للناس، كله كان ينتج، ليش احنا نستورد من الخارج؟ مع صعود هذا الدولار وغلب المعيشه وشغل ماكو وسوق صافن، حركه تجاريه كلها ماكو. فنحتاج من السيد المحافظ انه يعيد النظر لهاي المكانات، يعني هاي الايدي العامله كلها اللي قاعده، اذا اشتغل المعمل ما راح يظل عطاله بالبلد. بدايه يعني المدينه تحتاج الى مستشفيات، الى معامل، حتى يصير شغل، حتى بالنسبة للناس تشتغل، إعادة المعامل بناءها وبناء المستشفيات، أهم شيء المستشفيات. يعني أنا إحنا هسه بالنسبة لنا من عم نفوت على المستشفيات ماكو مستشفيات، يعني أبد ماكو. هاي المستشفى العام، مستشفى الجمهوري، يعني علواي يبنوها، يرجعون يبنوها من جدة وجديد، علواي يلغوا المدارس كرفانية، علواي يرجعون يبنون المدارس همينة، ها حتى يصير مدارس متبهدلة، المستشفيات متبهدلة، ها العالم متبهدلة، مو المستشفيات تفوت على المستشفيات ما 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 تلقي كل شيء، لا أدوية، لا يعني الأطباء مظلومين. إذا مثلا مستشفى ما بيها دواء، غير المعمل ما موجود، غير ترجع تبني أنت، غير ترجع تبني معمل مال أدوية حتى تستورد للمستشفيات ويصير المستشفيات بيها أدوية. مجمعات سكنية، ها تطوير الشوارع، أنفاق ما أنفاق. احنا حالنا حال اي محافظه الشمال، تطور اي تكون جماعه الشمال. المعامل الصناعيه المفروض يرجعوها يشغلوها الدوله كلتها، وحب المعامل الاهليه والحكوميه على الواد تفتح كلتها، اهم شيء الحكوميه، يعني يشغل ايدي العامله هذه. احنا صرنا تقريبا واجهه سياحيه مع العراق، وما عندنا اي فندق، خاصه الموصل كله ما بيها يمكن فندقين ثلاثه وتعبانات. فنادق ضروريه، يعني نينو اوبرا ليش لحد مهملي؟ المفروض هذه يرجعوه وزارة السياحة والفنادق، ليش ما هذا الشغل ما هذا المفروض ما يتابعوه؟ وقدام العين هذا بالواجهة مال البلد، هذا فندق الموصل، فندق هذا، هذول يمكن نسوا ما حد يتذكرهم.